اليوم حنا متواجدين في هذه المؤسسة في إطار شراكة، شراكة مؤسسة محمد السادس للبيئة. هي كذلك مناسبة لدعم ولخلق شراكات أخرى دائما في هدف تطوير يعني والتحسيس بالأهمية للبيئة والتربية المستدامة. اليوم غادي نوقعوا على اتفاقيتين، سعداء بتوقيع على اتفاقية مع الوكالة لتدبير السبو، ثم اتفاقية حول المديرية مع المديرية الجهوية للبيئة. هذه الاتفاقيات هذه تمكننا من تعميق التعاون ولدعم المؤسسات التعليمية وبطبيعة الحال والوصول إلى أهداف محددة عند تلاميذ بنات وأبنائنا اللي في المؤسسات. اليوم هو عرس بيئي بامتياز، سعداء بتتويجات المؤسسات التعليمية. كانت واجدوا في مدينة اللي هي متميزة، مدينة الحاجب، اللي خلالها كذلك كنعرفوا على أن الدعم موصول من طرف السلطات، وهي مدينة جميلة وكتوفر على مناخ وعلى ظروف بيئية متميزة. حنا كذلك اليوم كنزلوا المشروع 10 من المشاريع حافظة المشاريع ديال واحد لتنزيل القانون الإطار 51/17 اللي كيحططنا اللي كيحددنا واحد مجموعة من الأهداف كلها ترمي إلى تكوين فلذات أكبادنا وإعطائهم واحد تصور واحد تملك الأهمية للبيئة والمحيط في إطار تنمية مستدامة لبلادنا بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية مرحبا بممثلي الإعلام المحلي والإقليمي والجهوي لمؤسسة مدرسة زهير بن أبي إسلمة. هذه المؤسسة هذه اللي كتحتضن اليوم الحفل الجهوي لتتويج المدارس المشاركة في البرنامج الوطني للمدارس الإيكولوجية. هذا البرنامج هذا اللي انطلق بشراكة بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس للبيئة منذ 2010. هذا البرنامج هذا اللي من بين الأهداف دياله أساسا هي تربية قيم حماية البيئة والتنمية المستدامة لدى الناشئة. اليوم هذه المناسبة هذه كنحتفلوا بالمؤسسات التعليمية التابعة لجهة فاس مكناس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. هذه المؤسسات اللي شاركت في البرنامج الوطني وحصلت على إحدى الجوائز الأساسية واللي هي ثلاثة ديال الجوائز، إما حاصلة على اللواء الأخضر أو جوائز الميدالية الفضية أو الميدالية النحاسية. وبإقليم الحاجب يعني ثلاثة المؤسسات اللي فازت بإحدى هاد الجوائز هذه. هذا البرنامج هذا كما قلت يستهدف بالأساس غرس قيم حماية البيئة والاهتمام بكل ما هو تنمية مستدامة، وهو شيء الذي يتم استدماجه داخل البرامج الدراسية من خلال خلق أندية تهتم بالبيئة بالمؤسسات التعليمية. واليوم كيحضروا معنا منسقي هذا النوادي، منسقي الأندية البيئية بمختلف المؤسسات الفائزة في هذا البرنامج في هذا الحفل الجهوي. ما أود يعني أن أقوله ختاما هو يعني توجه بالشكر الجزيل لكل المتدخلين في إنجاح هذا البرامج على مستوى المؤسسات التعليمية، علما أنه يعني هناك عدة متدخلين الذين يساهمون في إنجاح هذا البرنامج على مستوى المؤسسات، منهم سلطات محلية، مجالس منتخبة، جمعيات آباء، جمعيات مدنية، قطاعات حكومية أخرى اللي دائما حاضرة من أجل بلورة مشاريع المؤسسة تدور حول البيئة ومفهوم البيئة وغرس قيم حماية البيئة لدى المتعلمات والمتعلمين. ختاما أيضا شكرا لكم على الحضور ديالكم من أجل التعريف ومن أجل التحسيس بهذا النشاط الجهوي الذي تحتضنه المديرية الإقليمية بالحجم، وشكرا لكم. سيدة مريم خضاري، ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. فالمؤسسة كتدخل بشكل خاص في التربية البيئية من خلال كما اليوم كتشوفوا، فاحنا حاضرين في هذه المدرسة من أجل الاحتفال بتتويجها باللواء الأخضر في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية. فكما كتعرفوا برنامج المدارس الإيكولوجية هو برنامج دولي ديال لافي، مؤسسة دولية للتربية البيئية اللي كتواجد في كوبنها في الدنمارك،
وتم الادخال ديال هذا البرنامج من طرف مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه سنه 2006 بشراكه متميزه مع وزاره التربيه الوطنيه. وهذا البرنامج هو كيهدف المدارس اللي منخرطه معنا في البرنامج من اجل الارتقاء بالحس البيئي ديالهم، وخاصه الطفل والتلميذ، من اجل تغيير السلوكيات ديالهم الى سلوكيات ايجابيه. وهذا العام كان تم التتويج ديال خمسه ديال المدارس في الجهه، خمس مدارس باللواء الاخضر، ثمانيه ديال المدارس حاصله على الفضيه، و20 مدرسه حاصله على البرونزيه. فهنيئا لهم من هذه المبادره. شكرا.